أخيرا تم إزالته من منصبه، حيث أقيل وزير البريد والاتصالات إبراهيم بومزار من الحكومة وفقا ما صدر في بيان صحفي صادر عن خدمات رئيس الوزراء رسميا يوم الثلاثاء 27 أبريل. وجاء في البيان ذاته أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنهى اعتبارا من اليوم مهام وزير البريد والاتصالات إبراهيم بومزار. كما أوعز إلى السيد أحمد فروقي وزير الثروة السمكية والإنتاج السمكي للعمل كوزير مؤقت للبريد والاتصالات، يضيف المصدر نفسه. كان هذا القرار منتظرا منذ الأسبوع الماضي، حيث ظهر إبراهيم بومزار من خلال عدم قدرته المثبتة على التعامل مع العديد من مشاكل القطاع مثل سخط موظفي القطاع البريدي الذي لجأوا إلى إضراب عشوائي لعدة أيام. وقد قلنا منذ عدة أشهر في الجيري بارت بأن إبراهيم بومزار ليس هو الرجل المناسب الذي عينه على رأس دائرة البريد والاتصالات السلكية ولا السلكية. قدم إبراهيم بومزار وهو عميل حقيقي لعشيرة الوزيرة السابقة المنهوبة إيمان هدى فرعون، سيرة ذاتية سخيفة ومهنة مبسطة لم تسمح له بأي حال من الأحوال بمواجهة تحديات قطاع استراتيجي مثل الاتصالات أو البريد. يملك بومزار بكالوريوس في العلوم التجارية الخير من المعهد الوطني للتجارة ENC حاليا بالكاد. حصل الوزير الجزائري إبراهيم بومزار على عقد قليل من الشهادات التدريبية التي تم إجراؤها في الخارج في مراكز التدريب أو الدراسة دون أي سمعة أكاديمية مرموقة، مثل شهادة إدارة الاتصالات الصادرة من قبل مركز التمييز في تكنولوجيا وإدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية في بومباي الهند، أو دبلوم في التنمية الاقتصادية من المعهد العربي للتخطيط الموجود في الكويت. الدبلوم الوحيد الذي يمنح إبراهيم بومزار القليل من العمق هو درجة الماجستير 2 في الذكاء الاقتصادي وإدارة الابتكار الذي حصل عليه من معهد إدارة المؤسسات جامعة جون موني سان تيتيان فرنسا. خلال مسيرته المهنية من الواضح أن إبراهيم بومزار كان دائما موظفا مدنيا جزائريا محبوسا في عالم البيروقراطية الجزائرية ومنفصلا إلى حد كبير عن حقائق التضاريس الرقمية للبلاد. وعلى سبيل المثال كان المدير العام الرئيس التنفيذي لأوبيا إيدن، مؤسسة لدعم التنمية الرقمية، وهي مؤسسة عامة تقع في حديقة سيدي عبد الله، ومساهمتها في التنمية الرقمية للبلاد تكاد تكون معدومة. كان إبراهيم بومزار مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلمة مسؤول كبير تلخص تماماً الحالة الذهنية لهذا الوزير التي تغذيها وشكلها النظام الجزائري وسباته الفكري. لا إبداع ولا روح ابتكار مثل الآلاف من المسؤولين الجزائريين. لا يعرف إبراهيم بومزار معنى تكوين الثروة لأنه لم يشارك حقا في تكوين أي ثروة من خلال بقائه طول حياته سجينا للإدارة الجزائرية. والدليل على ذلك كان أيضا أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية إمباد. إبراهيم بومزار أيضا لديه خبرة قليلة جدا كمدير فني للمبيعات في القطاع الخاص، وهذا يبدو كافيا بالنسبة له لاعتبار نفسه مدربا خبيرا في إدارة الأعمال. بدون خبرة أو كفاءة مثبتة أو أدنى خلفية يمكن أن تسمح له ببناء رؤية مستقبلية للرقمية في الجزائر. وجد إبراهيم بومزار نفسه وزيرا للاتصالات في الجزائر منذ 4 يناير 2020. في الواقع فإن هدى فرعون وعشيرته هم من عينوا هذا الخليفة على رأس هذه الوزارة الرئيسية عندما كان على رأس إسبيا إيدن في سيدي عبد الله. طبق إبراهيم بومزار على الخطاب تعليمات وتوجيهات وزارة هدى فرعون التي استخدمت هذه الهيئة لتوجيه دعوات المنقصات في قطاعه لصالح جماعات الضغط التجارية. كما استخدمت هدى فرعون إسبيا إيدن لإجراء عمليات تدقيقية موجهة داخل موبيليس والجيري بوست من أجل التلاعب بعد ذلك بالعقود العامة وتقديم دراسات السوق التقاريرية الاقتصادية المقنعة والتي خدعت الحكومة الجزائرية الجديدة في هذا الموضوع.
مطيع وممتن لهدى فرعون منذ وصوله إلى وزارته. إبراهيم بومزار لم يغير شيء على الإطلاق في هذا القطاع الرئيسي في الجزائر. والأسوأ من ذلك، يستمر أتباع هدى فرعون والمتعاونون السابقون في التمتع بنفس الامتيازات والتهطير على ظل حال تماما، بينما أقيل من قبل مجلس إدارة مجموعة اتصالات الجزائر لا يزال أحمد شودرة محتفظا بوظائفه من قبل إبراهيم بومزار، على الرغم من تورطه في جميع فضايا الحساد في عهد فرعون هدى. من يناير 2020 حتى اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 تاريخ إقالته، لم يترك إبراهيم بومزار أي ذكرى لا تنسى في مجاله. على العكس من ذلك، غادر تاركا وراءه مكاتب بريد غير منظمة، غير قادرة على تخزين السيولة المصرفية لتلبية احتياجات 22 مليون مستخدم لديهم حسابات في السي سي بي. لقد ترك وراءه شركة عمومية مثل موبيليس التي تآكلت بشدة بسبب المحسوبية والتأثير على المجموعات الاتصالية الجزائرية التي تفتقر لأي استراتيجية تحديث، ولم يطور الدفع عبر الهاتف المحمول. باختصار، أصدر إبراهيم بومزار إعلانات راعية تجعلك تحلم. الاستنتاج واضح، إنه وزير غير كفء، ما كان يجب أن يكون وزيرا، لكن هناك حالة منعزلة داخل حكومة عبد العزيز جراد. للوزراء الآخرون ليسوا أفضل وسجلهم سيء، ناهيك عن أنه كارثي أكثر من إبراهيم بومزار. وفي جميع القطاعات يوجد أحد اسمه بومزار، وعلى الرئاسة أن تتوقف عن إهانة ذكاء الجزائريين، فليس بالتضحية بإبراهيم بومزار أن يرتفع مستوى حكومة جراد الحالية.